عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن عاداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. كلنا يعني روحنا ونفسنا واحنا كده من جوه بيبقى نفسنا نروح لأماكن مقدسة، الأماكن بقى اللي بيتردد فيها اسم ربنا على طول، الأماكن اللي فيها روايح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كلنا كده أول حلم عندنا كلنا نقول عايزين إيه؟ تقول سجدة في الكعبة، وبعدها مش عايز أبقى على وجه الحياة تاني، عايز بس كده أحس إن أنا بين أحضان، مكان مقدس، مكان فيه هيبة ربنا سبحانه وتعالى وجلاله في كل مكان. يمكن كلنا عارفين طبعا ان الكعبة المشرفة هو اول بيت وضعه الله لعباده، كلنا من امنياتنا كلنا ان احنا نكمل اركان الاسلام بان احنا نزور الكعبة. عن احساس الكعبة وحلاوة الكعبة شرفني ان انا يكون معايا في حلقة جديدة النهاردة من برنامج شبابنا مستقبلنا سيادة المستشار أحمد زكي عبد المطلب نقيب المحامين بمحافظتي الأسكندرية ومطروح سابقا. أهلا بحضرتك فندم، نورتني جدا، ربنا يكرمك فندم. يمكن موضوع الحلقة النهاردة موضوع حيوي وحساس وبيلمس قلوبنا كلنا، ولكن حضرتك لمست قلوبنا أصلا من ساعة ما ظهرت على التلفزيون السعودي. هذا من فضل الله، ربنا يزيدك من فضله يا رب. ولكن السادة المشاهدين اللي يمكن بعض الناس ما شافتش الحلقة بتاعت أستاذ أحمد، هناخد فيديو صغير فاصل نرجع نكمل مع أستاذ أحمد. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي فيما كتب إيه والله، فيما كتب إيه والله. أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله، وآياد تدعو المولى فمضيت لأدعو فمضيت لأدعو. عندما طافوا حول البيت العتيق طافت معهم ذكريات المرسلين، وجالت معهم حكايات الصالحين، فلما أبهرهم جلال المكان وأذهلهم عظمة الأركان عجز عن البيان اللسان، فنطقت العينان. أنا أول ما بنزل من الطيارة وأنا في الطيارة بعد عيط، ولما الطيارة تنزل على أرض مطار جدة أزداد بكاء وعياط بطريقة غير طبيعية، فرحا وحبا إن أنا وصلت لهذا المكان، وإن ربنا نعم عليا إن أنا خلاص هشوف الكعبة. ورجعنا لكم بعد الفاصل، برحب طبعا بسيادتك معايا المرة التانية. ربنا يكرمك يا فندم، نورتني حضرتك. الله يكرمك. الفيديو بيتكلم على إحساس الكعبة وإحساس زيارة الكعبة بقى، وحضرتك هناك بيبقى ليه إحساس مختلف. يمكن التلفزيون السعودي رصد إحساس اللي حضرتك ولبعض زوار بيت الله الحرام. عايز أعرف من حضرتك بقى إحساس أول مرة مختلف عن باقي المرات. هو حضرتك بيت ربنا سبحانه وتعالى بينعم على كل من يرغب الذهاب إليه بإرادته جل جلاله. أنا يمكن أول مرة رحت الكعبة كان عام
98. حضرتك يمكن انا كنت لا املك الذهاب للكعبه وكان دخلي على قدي. فمن ساعه ما انا فكرت اسافر بيت ربنا، ربنا رزقني بالماده اللي توصلني هناك وفتح لي رزق زياده. ولما رحت الكعبه تمنيت، كان في رمضان، تمنيت ان انا احج ودعيت ان انا احج. وبفضل الله كان الحج بيتحجز من السنه للسنه، سواء حج سياحي او قرعه او عمره او جمعيات، كان بيتحجز من السنه. انا بفضل الله حجيت لما دعيت قدام الكعبه بعد شهرين، ما شاء الله، عام 98 ما شاء الله. وانا في الحج دعيت ان ربنا يكرمني واجي انا ومراتي وولادي. وبعد 4 شهور عملت عمره انا ومراتي وولادي. وانا في الكعبه دعيت وانا ومراتي وولادي ان ربنا يكرمني برمضان، ورحت رمضان في نفس السنه. ومن ساعه ما رحت بيت ربنا فتح عليا بالخير المادي والمعنوي اللي وصلني لبيته. فهذا المكان هو خير للبشر بإرادة رب البشر لكل من ينوي الذهاب إلى بيته. بيت ربنا ده فيه خير كتير جدا جدا جدا. اللي عايز يدوق طعمه يذهب إلى بيته. مفيش مادة بتتصرف هناك إلا ما بتعود على صاحبها بمنافع بنص القرآن ذاته، ليشهدوا منافع لهم. فمفيش حد على وجه الأرض يذهب إلى بيت ربنا إلا ما يشاهد منافع لذاته ولمحيطينه بفضل الله سبحانه وتعالى. ولازم المحيطين دي يشوفوا الخير اللي هيقول عليه بفضل ذهابه إلى بيت ربنا. ونعم بالله ونعم بالله. في مقولة كده بيقولوا للكعبة سحر خاص، بس هذا السحر لا يراه إلا القلوب المؤمنة العاشقة. لو سألت حضرتك السحر اللي لمس قلب حضرتك وشفته بنور البصيرة وليس بنور البصر؟ بص حضرتك، القرآن بيقول إن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. من يذهب إلى بيت ربنا لله وتنفيذ أوامره وطلباته في عبادته يشاهد ما لم يشاهده البشر غيره من الخير ونور وإرادة ربنا هدية له للذهاب إلى الكعبة. من ضمنها بقى إجابة الدعاء، ودي نعمة لا يشعر بقيمتها إلا لربنا نعم عليه بها. البشر بقدراتهم وفكرهم حاجة، وقدراته رب البشر حاجة تانية. ونعم بالله ونعم بالله. أي إنسان في الدنيا يفترض بيشتغل ويحوش فلوسه يحطها في البنك، ولما يحتاج إليها يطلعها من البنك. أما بقى من يعظم شعائر الله في بيت الله، إذا طلب أي شيء من ربنا دعاءه مجاب. فربنا يدوق البشر، ربنا يكتبها لنا يا رب، ويدوق رب عبادة ربنا في بيته بخيره. ربنا يكتبها لنا. ومفيش مخلوق يروح بيت ربنا الكعبة المشرفة ويعظم شعائر الله في الكعبة بتنفيذ أوامر الله إلا ما يشاهد خير ربنا في إجابة الدعاء. ودي أسرار ما بين العبد والرب لا يعلمها إلا الله جل جلاله، والعبد الذي ينعم عليه بإجابة الدعاء في بيته. فربنا يدوق البشر بنعمة إجابة الدعاء في بيته. وهذا البيت هو مصدر شعاع الخير للكرة الأرضية كلها. حضرتك البعض كان بيقول نوفر فلوس ونذهب الى بيته. ربنا ما حدش يروح بيته الا بارادته، بدعوه خاصه منه سبحانه وتعالى بيته. واللي عايزه يروح بيته حتى لو حاول ما يروحش، ربنا بيبعته بيته ويجيب له التسهيل والتيسير والماده وكل حاجه اللي تخليه يذهب لبيته. ربنا يدوق البشر نعمه الذهاب لبيته. امين. يمكن هناخد الساده المشاهدين في فاصل صغير ويشوفوا معانا جمال اللحظات
اللي عاشها أستاذ أحمد في جوار الكعبة. أنا أمنيتي بكتبها وصية معايا في ورقة كل سنة ما باجي معايا في شنطتي، إن أنا أتمنى أن أموت وأدفن في البقيع، أو أتمنى أن أموت وأدفن بجوار الكعبة، ودي أمنيتي وأتمنى الله سبحانه وتعالى أن أحققها لي. هنا لا تتخيل من الفرحة والسعادة والسرور التي لا توصف ولا أستطيع أن أشرحها، إنها مشاعر داخلية لا يعلمها إلا أنا والله سبحانه وتعالى. أتمنى أن كل إنسان يذوق هذه المشاعر ويشعر بها، حتى يشعر بحلاوة هذا المكان وحب هذا المكان وعشق هذا المكان. بين الجلال والجمال تأرجحت أعين الناظرين إلى البيت الحرام، فتدحرجت مدامع الرهبة من أعين الخاشعين، وتحركت مشاعر الرغبة في قلوب الزائرين، فهاجت أحاسيس الحنين وارتفعت أصوات الأنين. دائما أنا أدعي أن ربنا يلهمني الصحة والعافية أن أنا أتي إلى بيته وفضل، فأنا بصبر نفسي أن أنا بشوف الكعبة كل يوم على الهواء من خلال التلفزيون السعودي، وأنا بشكر كل القائمين على التلفزيون السعودي من فنيين ومذيعين والذين يبذلون الجهد الفائق الذي لا يتخيله بشر، ان هم بينقلوا لي اركان الكعبه كل يوم على هوا. انا سعيد جدا لما بشوف الكعبه كل يوم في الفجر لحد الشروق وانا بسبح ربي سبحانه وتعالى وهي قدامي في التلفزيون السعودي. اتمنى ان ما تطلعش الروايه الى عنا الله سبحانه وتعالى، وانا بشكر التلفزيون السعودي. كبرت في الثلث الاخير تهجدا أبكي ذنوبي خاضعا أتندم، والدمع يذرف في السجود بحسرة، أدعوك يا من تستجيب وتكرم، أدعوك يا من تستجيب وتكرم. إنهم بيقولوا لنا الكعبة على هوا كل يوم، وأتمنى كل واحد من البشر أن يشعر بهذه السعادة وبهذا المكان الذي لا يتخيله بشر. والله هذا شعور اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. اللهم ارزقنا بيتك الحرام عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا النظر إلى الكعبة المشرفة، وارزقنا الطواف حول الكعبة المشرفة يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. خدتنا الحتة تانية خالص يا أستاذ أحمد، يعني إحنا من اللي إحنا شفناه يعني خدنا الحنين والشوق ان احنا نكون في وسط الاف الزوار وفي وسط الاف الملبيين، ولكن يعني هو لمن استطاع اليه سبيلا، ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب العالمين. في مرحله كده من الحب لما بنحب حد خلاص بتبقى مش شايف حد في الدنيا غيره، راحت كل البشر حتى راحت وسائل الراحة بالنسبة لينا، وبنبقى خلاص مش شايفين غير راحته وغير سعادته، ومش شايفين غير وجوده هو اللي طغى على وجودنا. ولله المثل الأعلى. طبعا في مرحلة كده بنوصل لها، مرحلة من العشق الإلهي أسمى من الحب الإلهي. أو هسأل حضرتك، إزاي الروح بتوصل لمرحلة العشق الإلهي؟ بص حضرتك، ذكر الله سبحانه وتعالى بعبادته سواء بقراءة القرآن بتدبر أو الصلاة أو الصوم أو الأذكار الصباح والمساء أو الأذكار اليومية
أو الاستغفار أو صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما يقوم الإنسان بتلبية أوامر الله ونواهيه في ذكره، تبدأ بقى زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال، وزي ما القرآن قال، ربنا سبحانه يقول اذكروني أذكركم ولا ذكر الله أكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فيما معناه في حديث كثيرة، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات تتنزل عليهم الملائكة بالسكينة والرحمة. وبالتالي بقى ربنا يدوق كل من ينفذ أوامره وطاعته بذكره بتنزل الملائكة والسكينة والرحمة عليه. من هنا بقى يبدأ الإنسان يشعر بالأنس بالله. الأنس بالله ربنا يدوق جميع به للمحبين لله والعاشقين لله، ويصل العشق للعبد ليس من العبد للرب، لا من الرب للعبد. الله. الذين أحبهم وأحبوه، ده قرآن. يعني ربنا يحب العبد الأول، وبعد كده العبد من الكرم الله عليه يحبه، اما بيحبه ربنا يبتدي يحب ربنا فيعشق الله ذاته والأنس به. وأجمل لحظات الأنس وجود العبد يتعبد للرب أمام الكعبة المشرفة في قيام الليل وأنس رمضان وعبادة رمضان والتراويح، وربنا دواها للجميع. من هنا بقى تيجي يشعر العبد بالأنس بالرب، ودي أعظم سعادة للعبد على وجه الأرض، أن يأنس بالله سبحانه وتعالى ويشعر بحلاوة وجمال الأنس أمام بيته في الكعبة المشرفة. ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب العالمين. التلفزيون السعودي رصد الأجواء كلها واللحظات اللي هي يعني اللي فرقت في حياة كل حد كان موجود في التوقيت ده. لعب دور حلو قوي، لعب دور مع الموجودين في توثيق لحظات مهمة في حياتهم، ولعب دور مع كل من شاهد الحلقة بعد كده زينا كده. يعني أنا عن نفسي لما شفت المشاهد من هناك أنا ببقى عايزة أقوم ألبس وأسافر وأروح أكون وسطيكم. فالإعلام ليه دور في زيادة، هقول إحنا كلنا عندنا شوق، كلنا عندنا حنين، كلنا عندنا حب، ولكن يمكن إن هم يعرضوها على مر 4 سنوات متتالية، دي أكيد لمست فيهم حاجة معينة، وأكيد لمست قلوب كل اللي شافها برضو. طبعا حضرتك من فضل الله سبحانه وتعالى التلفزيون السعودي كان في الحج، انا عام 2013 كنت في الحج الثالثه بفضل الله، وبيسجل مع كل دوله في العالم مع واحد. فمن نعمه ربنا عليا ان انا كنت الواحد اللي من جمهوريه مصر العربيه اللي اختاروا التلفزيون السعودي اسجل معاه، اسجل معاهم وسجلوا مع ناس كتير، وعملوا بعد كده مونتاج حلقات، وعملوا حلقه بتاعتي فيها 3 افراد، واتذاعت الحلقات دي في جميع القنوات القمر الصناعي على وجه الارض كلها. في القمر الصناعي تلفزيون مكه، قناه مكه المكرمه. ما كنتش تعرف ان التلفزيون بيصور يا استاذ احمد؟ لا انا لو احكي لك ازاي اختاروني وازاي سجلوا معايا، يعني حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. فالمهم بعد ما اتذاعت الحلقات دي حضرتك كما قال لي بعد كده اللي هو دكتور وجدي حلمي اللي هو مخرج، وده دكتور في جامعه في مصر وايضا في جامعه في المملكه العربيه السعوديه في مكه، ومسك هو قناه مكه الفضائيه، قال لي احنا كل ما نذيع الحلقات دي بتزداد مشاهده على مستوى الكره الارضيه. فلما لقوا الحلقات بتذاع كل شويه وتزداد مشاهده، فعملوها مواعيد ثابته كل اسبوع 4 مرات، وذاعت على مدار 4 سنين على مستوى العالم. وربنا يجعلنا سبب في عشق الكعبة المكرمة والذهاب لبيته يا رب، اللهم امين. ويمكن الله أعلم احنا او غيرنا إرادة ربنا سبحانه وتعالى ازداد البشر للذهاب للكعبة، واصبحت العمرة على مدار السنة كلها، كانت الاول عمرة رجب وشعبان ورمضان بس، اصبحت على مستوى العالم. الله أعلم احنا سبب او غيرنا، إرادة ربنا في كل إرادة للذهاب لبيته. ويمكن بعد السنة الرابعة التلفزيون السعودي حب يدرسوا شخصيتي في تأثيري إعلاميا وتأثري إعلاميا، فعملوا حلقة بعد كده خاصة وجابوا عالم من علماء جامعة
ام القرى في مكه المكرمه الاسلاميه يحلل شخصيه العبد الله الفقير قدام حضرتك. ازاي تاثرت واثرت على البشر في ازاي بلاد الكعبه؟ ربنا يجعلنا سبب ويجعلنا من عاشقين الكعبه. وذاعوا ايضا الحلقه دي بعد 4 سنين وهذا من فضل الله من قبل ومن بعد. الحمد لله، ربنا يزيد حضرتك من فضله يا رب. الحمد لله. في بعض الناس بتقيس حب ربنا، حب ربنا ليها، بكثرة العطايا والمنح، وفي بعض الناس بتقيس حب ربنا بكثرة الابتلاءات، لكن طبعا في شتان ما بين الاثنين واختلاف رهيب. بص حضرتك، ما فيش حد مش مبتلي. ربنا سبحانه وتعالى بيختار البشر في ابتلاء ويشوف صبرهم على الابتلاء. انا بالنسبه لي مبتلي زي غيري برضو في حاجات كتيره، ولكن انا بيتساوى عندي الخير والابتلاء، وبحمد ربنا في السراء والضراء على الاثنين الحمد لله، وهذا من فضل الله. فانا من ضمن الحامدين لله في كل شيء سواء في السراء او الضراء، وهذا من فضل الله من قبل ومن بعد. ربنا يا رب يزيدك دايما ويبعد عن حضرتك كل شر. يمكن فاضل دقيقه على وقت الحلقه، وعايزه اختمها بحاجه مهمه قوي. في ناس بتروح الكعبه وبترجع يعني تنغمس في شغلها وتبدا تشوف احوال الدنيا وكانها ما راحتش، ونبدا نرجع نتخانق على ميراث ونتخانق على عمل ونتخانق وغيره وتنافس وشغل، وكاننا ما دخلناش المكان الحلو ده ولا حسينا بروحانياته. عايزين من حضرتك رساله توجهها لاصحاب الصراعات. بص يا حضرتك، يعني نصيحتي للبشر يدعو دائما ان ربنا يهديهم، لان القران بيقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. من اراد الله به خيرا فليهديه لذكره وطاعته والذهاب الى بيته. يا رب اللهم امين. حضرتك نصيحتي للبشر، اقرأوا القرآن الكريم بتدبر حتى ينعم عليكم رب البشر، لأن من أراد الحديث لله سبحانه وتعالى يدعوه بما يريد، ومن أراد الله يكلمه فليقرأ القرآن الكريم حتى ينعم برضا الله عليه. وإذا أراد شيء من الله فهو مجد بفضله ونعمه على العبد إذا تقرب من الله جل جلاله. نورتني حضرتك يا أستاذ أحمد، وتشرفت بوجود حضرتك النهارده في الحلقة حقيقي. ربنا يكرمك. طبعا يعني اخر حاجه نختم بيها الحلقه، اللهم سجده عند الكعبه يا رب، ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم سجده عند الكعبه يطيب بها خاطري، اللهم سجده عند الكعبه يذهب بها همي وحزني يا رب العالمين، انا وكل الناس الحلوه اللي سامعيني وكل الناس اللي هتقول امين يا رب العالمين. ولحد هنا وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن على وعد بلقاءات جديدة وحلقات تانية مع المستشار أحمد زكي عبد المطلب، ولكنها حلقات في حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.